السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالي دائما الهام شانيل. جيسبر تكونوا كاملين وكاملات بالف خير وبالف صحه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. الفيديو ديال اليوم نزل على تحت طلب بزاف السيدات، بزاف البنات، بزاف النساء بغاو هذه الوصفه هذه، وديما كنقول لكم بلاتي بلاتي، دونك جا الوقت فاش نديرها لكم. وصفه ديال اليوم اللي هي وصفه لازاله الشيب من الشعر، سواء كان كثير سواء كان قليل. وصفه اللي هي جد مناسبه للاعمار كيف ما كانت، يعني الاعمار كيف ما كانت غادي توالمكم هذه الوصفه هذه. وصفه جد بسيطه بمكونات متواجده في اي منزل مغربي، مكونات بساط كيف ما عودت البنات والسيدات، يعني شي حاجه في متناول الجميع، ماشي شي حاجه اللي بيزار، ماشي شي حاجه باثمنه خياليه واثمنه اللي ما تقدرش تناسب بعض البنات وبعض السيدات. ايضا الوصفه ديال اليوم غادي تحتوي على بزاف المكونات الرئيسيه، المكونات اللي هما ساهلين وبسط. اول مكون غادي نبداو بها البنات هو الشيح، دونك غادي تحتاجوا لهذه الوصفه ديال إزالة الشيب الشيح. فوالا، خذوا قبطه ولا جوج قبطات. الشيح راه متواجد عند اي عطار، عند اي عشاب، عند اي واحد مشيتو عنده قلتو ليه الشيح غادي يمد لكم الربطه. بالنسبه للبنات او السيدات اللي ما تعرفوش الشيح او ما عمرهم جربوه، ثاني مكون اساسي غتحتاجوا السواك. هذا السواك هذا كاين حتى هو بدرهم القبطه ولا جوج دراهم ولا 30 ريال. فوالا، كيتباع بهذا الجدر ديالو، دونك فوالا هو هذا اللي غادي تحتاجوا، السواك المغربي المعروف منذ قديم الزمان والزمان والزمان. ثالث مكون غتحتاجوا هو اتاي. هاد اتاي البنات راه ديجا طابخ، يعني هاد اتاي اللي كتشوفوا هنا راه حبوب مي، هاد اتاي اللي هو سائل راه اتاي ديجا حنا درناه وطبخناه وخليناه حتى طبخ مزيان، عاد حصلنا على هاد اللون هذا. البنات خليو اتاي حتى يطبخ، ما تجيبوش اتاي صفر، يعني صفر اللون يعني راه باين ما طابخش مزيان، لا خليو اتاي حتى يطبخ. وكان افضل وكان احسن كذلك الا خليتو اتاي جلس واحد يومين ثلاث ايام اربع ايام او لا نهار ولا نص نهار، باش هكا يكون اتاي كحل، اللون ديالو يكون كحل، ما يكونش هكا فوالا القوام ديالو يكون كحل. دونك فوالا. بالنسبه للرابع مكون اساسي هما هاد الرمان او لا جلود ديال الرمان او لا قشور الرمان فوالا. وايضا غتحتاجوا قشور ديال البصله، هكا انا غنبين لكم ديما غصو هكذا ديال البصله وقشور ديال الرمان فوالا. الرمان دابا راه لا سيزون ديالو هادي، يعني عطاه الله، فين ما مشيتو كتلقاو الرمان داير 3 دراهم 4 دراهم، دونك فين ما مشيتو غادي تلقاوه بثمن جد مناسب. دونك فوالا هادي البنات هي البصله، يعني قشور البصله وقشور الرمان هما اللي غادي تحتاجوا في هذا الفيديو هذا. بالنسبه للخامس مكون جو بونس هو الحنه، الحنه المغربيه المعروفه الاصيله التقليديه لجميع السيدات، كتحماقوا على الحنه وانا وحده من لي فان ديال الحنه، كتحماق عليها كتعجبني بزاف. دونك هذه الحنه البنات هي ديجا ما شريناهاش، ما كنبغيوش نشرو ديك الحنه اللي كنقشوا بها، ما تاخدوهاش، انا ما كنصحكمش بها. خذوا هذه الحنه هذه اللي جبتها للدار ودقيتها انا بنفسي في المهرز. الناس اللي ما غاديش يقدوا على تهرس، ما غاديش يقدوا يبغوا يهرسوا، يعني يدقوا الحنه في المهرز، طحنوها في مولينكس سينو الا ما بغيتوش، ما عندي ما نقول لكم سوى انكم تاخذوها هكذا في الباكاجينغ ديالها وديروها للشعر ديالكم. الا ما بغيتوش خذوها، انا خديتها هكذا يعني عشبه كتباع ب 3 دراهم 4 دراهم يعني 5 دراهم، المهم على داك الشيء اللي بغيتو نتوما، وجيبوها ودقوها في المهرز وديروها على الشعر ديالكم. ها نتوما غادي نزومي لكم باش تبان لكم اكثر واكثر، راه هي مازال فيها دوك العويدات ديالها، يلا دقيتها دونك فوالا راه باقا سخونه. دونك فوالا البنات اللي غيسولوني يقول لي شحال ديال الحنه، الحنه كتبقى على حسب الرغبه، ماشي انا اللي كنقول لكم الحنه شحال، يعني الرغبه ديال اي بنت هي اللي غتحكم على الحنه شحال، واش 4 ديال الدرام 3 ديال الدرام، ماشي انا. دونك فوالا سادس حاجه غتحتاجوها البنات هي هذا البريليد هذا اللي يكون قديم، كتحتاجوا غير الغوسيت هكا ديال الشعر يكون قديم باش نخلطوا فيه الخليط. انا هنا غادي نوضع فيه هاد لي مورسو ديال هاد البصله والرمان هكا، ابخي غادي نزيدو الماء ديال اتاي فوالا، وغادي نزيدو هادو غادي تحيدوهم من هنا من هاد العود هذا، انا غير دابا لاصقين ليا بزاف ما غاديش يبغوا تحيدو، وهاد الشيح هذا غادي تشدوه تلويه، ما غاديش ديروه مع راه طويل بزاف، ها نتوما طويل، شدوه قطعوه دي مغصو اولا تنيوه وديروه في البراد، هو وهاد السواك هذا حيدوه من هاد العشبه ديالو هكا وديروه في البراد فوالا بحال هكا،
وديروه في البراد، في هذا البريد هذا اللي يكون عندكم كتحتاجوه لي غوسيت ديال الشهر. مني ديروا الشيح وديروا هاد السواك، ديروه على النار يطبخ واحد ساعة ولا ساعتين، المهم لو ماكسيموم 4 ديال السوايح. علاش؟ باش هاد الماء يطبخ لكم مزيان ويولي لكم كحل، باش يشد لكم في الشعر ديالكم، يعطيكم لون زوين ويحيد لكم الشيب. فوالا هادشي علاش. فوالا البنات، انا كنحاول نشرح الطريقه لو ماكسيموم على حساب جهدي باش هكذا تفهموني اكثر واكثر، وحتى نتوما تركزوا معايا باش تفهموني اكثر واكثر. مني ديروا هاد الشيح وديروا هاد السواك في هاد البراد هذا وتخليوه يطبخ على النار ساعتين، 3 سوايع 4 سوايع لو ماكسيموم، هكذا الماء يشد القوام ديالو مزيان ويولي لكم كحل، باش يشد لكم الشعر ديالكم ويعطيكم لون زوين ويحيد لكم الشيب. مني يطبخ شدوا هاد الحنه هادي، ديروا هاد الماء على هاد الحنه هادي باش تخلطوا الخليط ديالكم يكون متجانس. الا شفتوا الحنه كثيره، الا شفتوها زعما قاصحه، زيدوا الماء اللي كاين في هاد البراد. الا شفتوا الحنه القوام ديالها سائل، زيدوا الحنه اكثر واكثر باش يجيكم القوام متجانس. ملي ديروها فوق راسكم يجيكم داكشي هو هذا. دابا ندوزوا للوقت. ملي تخلطوا الحنه ديروها فوق راسكم واحد ساعه. الناس اللي غادي يقولوا لي شحال الوقت، الوقت راه ديما كيبقى على حساب الرغبه، ما كيبقاش على حسابي انا. مثلا حنا الوالده ديالي كتخليها ساعتين، حنتاش عندها من ورا ديك ساعتين ما يتقضى. الناس اللي ما عندهم لا ما يتقضى لا والو، غير جالسين في الدار مثلا او لا جدوات ديالكم، فممكن يستعملوها نهار عاد يغسلوا الشعر ديالهم باش هكذا تشد فيهم مزيان وتخلي لهم داك اللون في الشعر زوين. الناس اللي عندهم ما يقضيو ممكن تخليوها غير ساعه ساعتين 3 سوايع وتحيدوها من الشعر ديالكم، راه ما فيها لا عذاب لا والو. هي فريمون ملي غادي تغسلوا غتجيكم ترونو الطواليت، ولكن ماشي مشكل، لان فريمون هاد الوصفه هذه هي بمكونات جد بسيطه وطبيعيه، ما كاينش احسن من شي حاجه طبيعيه وجد رخيصه. الرخص ديال الوصفه كيف ما قلت لكم هو كيهم اكثر من الوصفه بالكامل. دونك فوالا البنات، اي تساؤل اي اقتراح كتبوا لي في خانه التعليقات. ما تنساوش تعملوا لي لايك 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 لايك، وما تنساوش تخليوا لي تعليق زوينه، وما تنساوش تشتركوا في القناه لكي يصلكم كل جديد على القناه ديالي دائما إلهام شاني المستقبلا. وانا نقول لكم ان شاء الله غادي نشوفكم في لابخوشين فيديو مع وصفات جديده ومع فيديوهات اخرى جديده على القناه ديالي دائما إلهام شانيل. غو بيزو ليكم وبسلام عليكم.